وفيه أن الإنسان ينبغي له ألا يحتقر خيرا جاءه من أي أحد ولو كان قليلا. بعض الناس إذا أهدي إليه شيء زهيد قال يعني هذه ميب مدة أو هذا ما يهدى ونحو ذلك من الكلام الذي يقلل فيه من شأن المعروف، وهذا غلط. خذ ما جاءك من الهدية ولو كانت قليلة، فالمعروف مشكور ولو كان قليلا. فإن كانت نفسك لا ترغب فيه فاصرفه في وجه من أوجه الخير، تكون بذلك محسنا من جهتين، من جهة قبول القليل ومن جهة التصدق به والتصرف فيه في وجه من أوجه الإحسان ولو كان إذا كنت لا ترغبه.